السلام عليكم طلابي الأعزاء، اليوم تكمن الموضوع العدد. لدينا تكمن موضوع العدد، الأعداد من 3 إلى 10 تخالف المعدود في التذكير والتأنيث، الأعداد من 3 إلى 10 إلى العدد 9. مثال: تخالف المعدود في التذكير والتأنيث، يعني تخالف العدد في المعدود في التذكير والتأنيث. مثال: جاء ثلاثة طلاب. هنا جاء فعل ماضي مبني على الفتح، ثلاثة طلاب. هنا هذه التاء تاء التأنيث، تاء التأنيث. هنا لدينا ثلاثة، هنا لدينا طلاب، هنا جمع مذكر سالم، وهنا هذه العدد مؤنثة، هنا العدد مؤنث والمعدود ماذا؟ مذكر. هنا مؤنث وهنا مذكر، لذلك نقول بالقاعدة الأعداد من 3 إلى 9 تخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا، يعني في حالة المذكر وحالة المؤنث. الآن جاء ثلاثة طلاب، هنا لدينا طلاب مذكر وهنا ثلاثة مؤنثة، ما كيف عرفنا من خلال هذه التاء التأنيث؟ جاء فعل ماضي مبني على الفتح، ثلاثة فاعل مرفوع رفعه الضم، طلاب مضاف إليه، يعرب هنا المعدود مضاف إليه مجرور بالكسرة، مضاف إليه مجرور بالكسرة. قرأت 4 كتب، قرأت 4 كتب. قرأت فعل فاعل، 4 هنا كتب جمع، لدينا هنا خالفت المعدود، هنا خالفت المعدود لأن التاء أتت. مثال آخر: جاءت ثلاث طالبات، جاءت ثلاث طالبات، هنا جاءت ثلاث طالبات، هنا جمع مؤنث سالم، وهنا لدينا العدد مذكر، العدد مذكر لأن بدون التاء ليس لديه التاء التأنيث. جاء ثلاث طالبات، هنا العدد خالف المعدود في المؤنث تأنيث. جيد، هنا نأتي لإعراب، جاءت فعل ماضي مبني على السكون فتح، صار تاء تأنيث ساكنة محل إعراب. هنا فاعل، طالبات نعرف مضاف إليه، يعني بمعنى يعرب المعدود مضاف إليه. قرأت 4 صحف، قرأت 4 صحف، هنا 4 وهنا صحف، هنا المعدود خالف العدد في أي حالة؟ في حالة التذكير والتأنيث. 4 صحف، هنا صحيفة، هنا مؤنثة وهنا مذكر 4، لذلك خالفه في نأتي إلى القاعدة، عدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود ويعرب المعدود، ماذا يعرب؟ المعدود مضاف إليه، مضاف إليه يعرب المعدود مضاف إليه، نعرب المعدود ويعرب المعدود مضاف إليه مجرور. قرأت 4 صحف، قرأت 4، الصحيح يجب أن نقرأ قرأت 4 صحف، ولكن هنا خالفه، يعني معنى العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود. صحف هنا جمع مؤنث وهنا مفرد مذكر، خالفه المعدود. نأتي إلى الأعداد 100 و1000 و1,000,000، 100 و1,000 و1,000,000 تبقى بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث، تبقى بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث وتضاف إلى ما بعدها، يعني نقول وهي مضاف والبعد يكون مضاف إليه. مثال: جاء 100 رجل، جاء 100 رجل، جاء فعل ماضي 100 فاعل، رجل هنا ما معك تضاف ما بعدها، يعني نقول وهو مضاف 100 رجل مضاف إليه مجرور بالكسرة. جاء 100 رجل، رجل مضاف إليه مجرور بالكسرة، تبقى بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث، لفظ واحد. جاءت 100 امرأة، جاءت 100 امرأة، هنا امرأة مضاف إليه مجرور بالكسرة. قرأت 1000 بيت، قرأت 1000 بيت، قرأت فعل فاعل، بيت مفعول به، بيت مضاف إليه، لذلك نقول ألف وهو مضاف، البيت مضاف إليه مجرور بالكسرة. أعيد مرة أخرى، الأعداد من 3 إلى 9 تخالف المعدود تذكير وتأنيث، يعني إذا كان لدينا المعدود مذكر يجب أن يكون عدد مؤنث، بالعكس إذا كان لدينا العدد مؤنث يجب أن يكون المعدود مذكر، يعني بالعكس، يعني إذا كان لدينا العدد مذكر يجب أن يكون معدود مؤنث. لذلك قاعدة تخالف 3 إلى 9 مخالفة، العدد مذكر كان يجب أن يكون معدود مؤنث، وبالعكس كذلك. الأعداد 100 و
مليون ومئة وألف ومليار، هذه تبقى بلفظ واحد مذكر ومؤنث، يكون ويكون المعدود بعدها مضافا إليه. وشكرا جزيلا لاستماعكم هذا الدرس.